بداية لا يخفى عليكم ما مرت به البلاد من احتقان سياسي شامل عطل مصالح البلاد بالعباد، حتى جاء الخطاب السامي التاريخي الغير مسبوق بوضع النقاط على الحروف ووقف ونزع فتيل الأزمة لهذه الحقبة الماضية من الزمن في حقبة الرئيسين. نحن أمام تحديات قادمة بخطين متوازيين، المحاسبة والإنجاز. لابد من محاسبة الفاسدين أيا كان منصبهم وأيا كانت أسماءهم، وإنجاز المشاريع المعطلة خلال الأعوام الماضية في عقد من الزمن تعطلت فيه مصالح البلاد والعباد. البوادر التي تمت خلال الحكومة في الأيام الماضية بوادر إصلاح وخير، أولها مرسوم الضرورة في البطاقة المدنية الذي رد الروح للشعب الكويتي من خلال ضم المناطق الجديدة إلى الدوائر الخمس، ومن خلال تمكين 175 ألف ناخب يدلون بأصواتهم خلال الأيام القادمة. هذه مرحلة جديدة في الإصلاح السياسي. كذلك اليوم نحن أمام أزمة تطبيق القانون. القانون موجود، لكن أزمتنا في التمايز في تطبيق القانون، اللي نبيه نطبق عليه واللي ما نبيه ما نطبق عليه. الحكومة اليوم كمثال، الفرعيات والتشاوريات من مجلس 96 وكانت على مرأة ومسمع، إلا أن هذا العام أرادت التطبيق حقيقة فالتزم الجميع. لذلك اليوم الشعب عندما يرى أن الحكومة تريد تطبيق القانون الكل يلتزم، ونحن كشعب نقول للحكومة عليكم بتطبيق القانون. لكن ما هو أخطر من الفرعيات والتشاوريات؟ هناك آفة دمرت الشعوب، بيعت الذمم فيها، وهي شراء الأصوات. الإصلاح لا يتجزأ، على الحكومة إن كانت جادة في الإصلاح أن تحارب هذه الآفة. إن كانت الفرعيات مجرمة في القانون فشراء الأصوات مجرمة في القانون ومحرمة في الشريعة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم. اليوم اللي يشتري الناس يبيع البلد، فعلى وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة تجاه هذه الآفة وهذه المرشحين الذين يريدون شراء ذمم الناس من خلال استغلال حاجات الناس. عليهم تطبيق القانون ومحاسبة كل فاسد يريد دمار هذا البلد ومعاقبته ليكون عبرة لمن يعتبر. الأمر الختامي حقيقة، يعني إذا أردنا أيضا الإصلاح ومدد التعاون الفترة القادمة، لابد من تعديل وضع تعديل الدوائر بشكل عادل من خلال التوزيع العادل الجغرافي أو التوزيع النسبي. لا يعقل، أنا اليوم في الدائرة الثانية وهذا من صالحي، لكن لا يعقل أن في الدائرة الثانية 70 إلى 80 ألف وفي الدائرة الخامسة 246 ألف. في الدستور المواطنون سواسية، في الحالة هذه يكون الصوت الواحد في الدائرة الثانية عن 3 أصوات في الدائرة الخامسة. على الحكومة أن تعي هذه الخطوة وأن تسعى للإصلاح، لا لأجل متنفذ أو تاجر، وإنما المواطنون سواسية في الدستور. أختم رسالة للأخوة في المعارضة، إذا الله وفقنا إن شاء الله بإذن الله، لابد أن نتحد وننبذ الخلاف وأن نتعاون بيد التعاون مع الحكومة إن كانت جادة في الإصلاح، حتى نبني كويت جديدة بإذن الله.